تحية طيبة وأهلا بكم إلى موجز إخباري. أعلنت الكتيبة 116 تابعة لميليشيات الكرامة، أعلنت إيقاف جميع عملياتها العسكرية في مدينة سبها. وأكدت الكتيبة في بيان لها أنها انسحبت بكامل عتادها وأفرادها من قاعدة تمنهنت الجوية وإخلاء ذمتها العسكرية من حماية القاعدة، مبينة في الوقت ذاته أنها ستوضح أسباب هذه القرارات في وقت لاحق. وفي منطقة براك الشاطئ، أفاد شهود عيان للنبأ بانسحاب ميليشيات الكرامة بالكامل من قاعدة براك الجوية. من جهة ثانية، نفى قيادي باللواء 12 التابع لميليشيات الكرامة عبد الله راشد نفى الانسحاب من القاعدة، مشيرا إلى أن الانتشار الأمني في المنطقة هو عبارة عن إجراءات أمنية طبيعية على حد تعبيره. الراشد أوضح أن من يروج لأخبار سحب قواته هو ضد قيام الدولة ويحارب المؤسسة العسكرية. قال المتحدث باسم حراك فزان محمد معيقل إن الحراك ينتظر مدى التزام المجلس الرئاسي المقترح بتنفيذ المطالب العاجلة التي طالب بها الحراك. وأوضح معيقل أن الرئاسية لم يلتزم بوعوده إلى حد الآن، باستثناء التزويد بالوقود، فيما لم يدعم القطاع الصحي بالجنوب، ولم تصل الأموال لحل أزمة نقص السيولة في البنوك. وبين المتحدث باسم الحراك أن تحركاتهم ستتجدد في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب. قال وزير الداخلية بالحكومة المقترحة أن الوزارة تعاني فسادا ماليا وإداريا تتوجب مكافحته والحد منه. وطلب بشاغة رؤساء المصالح والأجهزة والإدارات بوزارة الداخلية بعدم التواصل أو الاجتماع بالسفراء المعتمدين لدى ليبيا أو أي منظمة دولية إلا عن طريق القنوات الخاصة لهذا الغرض، داعيا بذلك إلى ضرورة تكاثف مصالح وأجهزة وإدارات الوزارة للوقوف ضد المجرمين والخارجين عن القانون وفق التشريعات المعمول بها في الدولة الليبية. في أمان الله.